السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة. نتمنى أموركم تكون بخير وعلى خير. اليوم غنحضر معكم ملوي بالدقيق القمح الكامل، صحي واقتصادي، ودغيا كيتحضر كنحتاجو 250 غرام ديال دقيق القمح الكامل بنخالشو رقيقة، و 400 غرام ديال الدقيق الأبيض الفورص والملح. كنمزجو العناصر حتى كتنتاج مع بعضها، وكنضيف الماء البارد ديال الروبيني، كنضيف الماء تدريجيا حتى كنجمع الخليط. جمعنا الخليط كنحصلوا على هاد العجينه كتكون رطبه، وكنخليوها ترتاح ساعه او ساعتين، وكندهنوها بالزيت النباتيه وكنغطيوها بالبلاستيك الغذائي. ضروري ما ندهنوها بالزيت باش ما تلصقش لينا في البلاستيك الغذائي، وكنخليوها ترتاح على راحتها. وقت ما لقينا الفرصه كنعاودو نمشيو ندلكوها مزيان، حيت كتحتاج الدلك، وهذا هو من اسرار نجاح ملوي، خصوصا بدقيق القمح الكامل. كيبغي انه يتدلك مزيان يمكن لنا ان نعجنو في الخلاط او العجانه الكهربائيه، كيبقى لكم الاختيار. بعد ما دهنتها كنخليوها ترتاح. بعد ما ارتاحت لينا كنحصلوا على واحد العجينه رطبه، كنزيدو ندلكوها مزيان. وقت ما لقينا فرصه اننا نكملو شغلاتنا نمشيو ندلكو العجينه مزيان. يمكن لنا ايضا اننا نعجنوها في الصباح ونخدموها في العشيه، حيت ما كتوفرش على الخميره. وبعد ما كندلكوها مزيان لثالث مره بنفس الطريقه، كنضرقوها بالبلاستيك الغذائي وكنعاودو تاني ندلكوها حتى كنحصلوا على عجينه لينه رطبه كيف ما بغينا. وخديتهم في البلاستيك الغذائي وخليتهم يرتاحوا. وبالنسبه للزبده اللي كنستعمل، كنستعمل هذه الزبده الطه زوينه كتورق من داك الشفافيه. غنخليكم غندوب الزبده وخليكم مع طريقه التحضير. كندهنوا القصريه مزيان بالزيت وكنطلقوا العجينه، وكنحاولوا اننا نورقوها مزيان. وكندهنوا بالزبده، كنحاول انها ما تقطعش ليا العجينه، وكندهنوا بالزبده وكنورقوا بالدقيق القمح الكامل بنخالجو. كنوضع القليل فقط وكتني على جوج بهذه الطريقه، كتني النصف الاول على النصف الثاني. طريقه واضحه في الفيديو. كنزيد ورق بالزبده باش كتجيني عجينه مورقه من الداخل، وكندور بهاد الشكل وكنخلي العجينه مخوفه ما زيرهاش باش يجينا ملوي مرق مزيان. كنستمر في هذه العمليه هذه حتى كنسالي الكميه اللي عندي، ونخليكم مع العجينه الثانيه. الفيديو واضح، نتمنى تكون طريقة واضحة لكم. هاد الملوي كيجي رطب من الداخل ومقرمش على برا لذيذ، ونتمنى انكم تجربوه. كنحاول انني نشارك معكم وصفات لي صحية وسهلة، نتمنى انكم تجربوها في منازلكم. كنستمر بهاد العملية حتى كنكمل كاع الكيمياء اللي عندي.
كملت الكمية اللي عندي وغطيتهم بلاستيك الغذائي، غنتقل نطيبهم مباشرة. كندهن بالزيت وكنطلق العجينة بالسمك اللي بغيتو، انا كنطلقها ما تكونش غليظة وما تكونش رقيقة، تكون بين وبين. ثم طلقوها على السمك اللي بغيتو، وكنحاول انني ما نكثرش الزيت باش ما تجينيش مزيتة وثقيلة. وفي هذا الاثناء درت المقلاة ثقيلة تسخن، خاصة ضروري تكون سخونة من قبل، وكندهنها بالزيت القليل فقط ديال الزيت بهذا الشكل. كنحاول انني نقلبهم كل مرة حتى كيطيبوا لينا. وبالنسبة للنار خاصة تكون متوسطة، ما تكونش مجهدة، الا كانت مجهدة غادي يطيب لينا الملوي على برا، ومن الداخل ما غاديش يطيب لينا. كنحاولوا ان النار تكون متوسطة، وبقاو نقلبوا فيهم حتى كيطيبوا. هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالنا. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه في البيوت ديالكم. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، ودعموا لي بلايكات ديالكم. بالنسبه للملوي كيستحق التجربه، كيجي طب من الداخل ومقرمش على البرا. نتمنى انه ينال اعجابكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله، وبصحه وراحه. الى فيديو القادم إن شاء الله.